رقم في حياة سؤال النهارده. سؤال النهارده بيقول ايه هي اعراض مقاومة الانسولين؟ ايه هي مقاومة الانسولين؟ الاول يعني عندنا انسولين بس ما بيشتغلش وما بيخشش جوه الخلايا. طب ايه هي اعراضه؟ غمقان الجلد في مناطق معينة زي منطقة حوالين الرقبة وتحت الابط تحت الباط، الجلد بيبقى لونه بني غامق. ايه تاني؟ ظهور نتوءات جلدية في أماكن معينة في الجسم زي زوائد جلدية. ايه تاني؟ نشفان الريق. ايه تاني؟ عدم انتظام الدورة عند السيدات وحدوث تكاثر مبايض. ايه تاني؟ ظهور دهون حوالين منطقة البطن. يعني نتأكد ازاي؟ مش بالأعراض، نتأكد بس نروح المعمل ونطلب منه ونعمل تحليل مقاومة الأنسولين اسمه هومو أي آر، هومو أنسولين ريزيستنس. لو فوق 1.8 عندنا ولازم نروح ناخد العلاج. شير الفيديو ده عشان الناس تستفاد، وتحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحة العامة.